وتعالى على جدك جدك ولا إله ولا إله غيره. ولا إله غيره. طبعا وتعالى جدك جدك يعني غناك، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع صاحب الغنى عندك غنى. ممتاز. طيب قرأت دعاء الاستفتاح، قرأت الفاتحة، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ممتاز. الفاتحة. لا تقرأ الفاتحة، حافظينها الناس. طيب ثم تقرأ سورة بعدها. زين. طيب اركع. الله أحسن. يرفع يديه مرة أخرى للركوع. اركع. الله أكبر. طيب أعطنا أحمد أخطاء الناس في الركوع. أي بعضهم يحط يديه تحت مثلا، ايوه يضعها تحت الركبتين. احسنت. بعضها يضع تحت الركبتين، جميل. فوق الركب بعد، او احيانا فوق الركبتين. ممتاز. او انحناء الظهر. ايوه اعطني يعني. ممتاز. ما يكون كذا احيانا، بعضهم يقول احسنت لا يحني ظهره تماما او يبالغ في الانحناء. احسنت. ممتاز. والسنه كيف ينحني؟ يتوسط في الانحناء يعني. مثل هذه كذا. احسنت. لا انزل شويه كمان. بعد عدل ظهرك من هنا. زين. هذا هو طريقة بحيث لو وضع فوقه إناء لم ينسكب. طيب بعضهم يا شيخ يسدل يمد يديه أثناء الركوع. كيف يمدها؟ لا يجعلها يعني متصلة بالرجل، يمدها يتركها. لا هذا خلاف السنة طبعا. الأصل أنه يلصقها بقدمه. طبعا ما في بأس أن الرجل، أن اليد تنثني. اركع أحمد. أن اليد تنثني أو تنمد، ما في بأس، سواء فعل هذا وهذا كله صحيح. طيب سبحان ربي العظيم. طبعا في الركوع إلى أين تنظر بعينك؟ إلى موضع السجود. ممتاز. إلى موضع السجود. اركع ثم ارفع الآن. طيب الله أكبر. أحسنت. ارفع أحمد. سمع الله. ممتاز. أيضا يرفع يديه مرة أخرى لما يقوم الركوع. ممتاز. ويضع يديه على صدره. سمع الله لمن حمده. ربنا ربنا لك. ولك الحمد. اسجد. الله أكبر. لا ما ترفع يديك في السجود. بس عفوا يا شيخ، في بعضهم إذا رفع من السجود ما يحط يديه كذا، يحطها جنب. هو السنة أن يضعها، طبعا ورد في بعض قول بعض العلماء أن يسدلها، لكن السنة أن يضعها على صدره مرة أخرى إذا رفع من الركوع. طبعا الرفع عند السجود، الأصل أن رفع اليدين يكون أربع حالات في أربع مواضع، عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه بعد الثاني، وعند القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة. أما عند السجود فإنه يرفع أحيانا، عند السجود يرفع أو يرفع ولا يوصلها، ممكن هنا يعني مثلا. لا يرفعها أبدا. يعني أنت كذا واقف، ربنا لك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الله أكبر، مباشرة تنخفض إلى سجودك بعد قيام الركعة. الله أكبر. أحسنت. اسجد. ممتاز. طبعا من الناس يقع منهم عدد من الأخطاء في السجود. طيب أحمد، تقدر تعطيني الأخطاء اللي تقع من الناس في السجود؟ فرش اليدين أحيانا، مثل حركة الكلب. أيوة. يعني يصير كذا باسطها. عطني إياها. زي كذا نفس الطريقة. ممتاز. أنا ودي بس المصور ينزل تحت عندها حتى نقدر نحن نوضحها. أيوة. ابعد تكفى السجة هذه. اسجد. اللي هو بهذه الطريقة. أها. طيب منها أنه يلصق أحيانا اليد هذه. السنة أن يكون الوجه بين اليدين، وكذلك وضع اليد هذه، وضع اليد بهذه الطريقة هذا خطأ. ارفع هذه. لا انت خليك ساجد، ارفع. ممتاز. لأن أعضاء السجود اليد واحد، اليد الثانية اثنين، الجبهة والأنف والركبتين والقدمين من الخلف. أما هذا الكوع فليس منها، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقعي. نهى أن يقعي. أحسنت. هذه الطريقة خطأ، ضعها يا أحمد، خطأ. تشبه. هذه الطريقة خطأ، الأصل أنه يرفع. ممتاز. أنه يرفع. الشيخ اللي يجمع يديه زي كذا هو. أحسنت. جميل. أحمد اجمع يديك مثل القبضة. أي هكذا. أيوة. بعض الناس هكذا أحيانا يضع يده، لو يأخذ المصور بالله يزوم إن عليها، أنا صرت مخرج اليوم. أي هذا خطأ. طبعا أي. الاصل ابسط اليد احمد هكذا. لا ما ابسط مو مره. احسنت. لا تكون مفرجه كثيرا ولا تكون مضمومه، انما تكون يعني اتجاه القبله طبيعيه جدا. ممتاز يا شيخ. على الوجه. نعم احيانا بعضهم يقربها جدا، قربها عند وجهك. قدمها شويه كمان. طبعا الاصل انها تكون محاذيه للمنكبين. الاصل ان تكون محاذيه للمنكب، يعني تكون اليد على المنكب مباشره. جيبها كذا احمد شويه. من الاخطاء ان بعض الناس يسجد. زين. قرب احمد هذا. ايوه احسنت. ممتاز. ممتاز. ايوه وقرب هذا، الصقه بعد هنا. ايوه ممتاز. احسنت. هذا ايضا من الاخطاء، لا يصح للإنسان يعني هذا طبعا لا يبطل. طيب مزبوط. زين. الاصل انه مد نفسك شويه. ابعد. ممتاز. هذا هو الاصل.
أنه يبعد اليد عن يبعد العضد عن الجنب ويبعد البطن عن الفخذ. هذا هو السنة. طيب أيضا من الأخطاء اجلس يا أحمد. طيب ودي تضع وجهك هناك. أقلب يعني. أيوه تقلب. طيب. ما لا تسجد، لا تسجد. بس اجلس جلسة مثل جلسة التشهد. ممتاز. أبغاك تضع رجليك كما تضعها في في السجود. انصبها. كذا. كذا. أيوه أحسنت. كذا. الأصل أيها الإخوة في السجود أن يكون أنت بين السجدتين يسجد مرة أخرى. طبعا كما هو معروف. نفسي. ثم يقوم إلى الركعة الثانية. أي. قم إلى الركعة الثانية. طيب. اللي هو بعد قيام من السجود. أيوه. الله أكبر. أحسنت. هذه السجدة الثانية. الناس يقع منهم أحيانا عدد من الأخطاء. إما أحيانا في الركوع، إما أحيانا في السجود، أحيانا في الجلسة بين السجدتين. طيب اجلس للتشهد الأخير. آخر. إحنا ما نبغاك تصلي أربع ركعات. طيب. ولا تمام. ثلاث ركعات. اجلس التشهد الأخير. اللي هو هذه الجلسة. أحسنت. ما شاء الله عليك. والله إنك خبير. جزاك الله خير. أنا قلت لك المفروض أنت الشيخ في الحلقة مش أنا يا أخي. لا ولا. طيب. هذا أيها الإخوة والأخوات يسميه أهل العلم التورك. التورك يكون في الصلاة التي أحمد خل وجهك هناك نفس الطريقة حتى يشوفك بس لف شوية كمان بعد كذا. أيوة ممتاز. التورك يكون في الصلاة التي فيها تشهدان. الصلاة اللي فيها تشهدان يجلس التشهد الأخ الأول جلوس عادي، وفي التشهد الثاني يجلس جلوس التورك. التورك أن ينصب رجله قدمه اليمنى، أن ينصب قدمه اليمنى ويدخل رجله اليسرى قدمه اليسرى تحت الساق الأيمن. ينصب قدمه اليمنى ويدخل رجله قدمه اليسرى تحت الساق الأيمن ويتكئ على يده اليسرى كأنك متكئ، لأنك أنت لما أحسن يقبض بيده على ركبته. تعال كده شوية. زين. يقبض بيده على ركبته ويضع يده على ركبته، يده اليمنى على ركبته اليمنى ويده اليسرى يقبض بها على ركبته اليسرى. اقبض كذا. ايوه عشان لا ما تنحش ركبتك. طيب ويقبض اصابعه ويحرك الابهام. اقبض اصابعك كذا وحرك الإبهام. ممتاز. يحركه عند قوله أشهد أن لا إله الإبهام. لا الإبهام لا عفوا تحرك السبابة. إيه تحرك السبابة. يقول التحيات لله. عطنا التحيات حافظها. تحيات لله والصلاة والطيبات. شوي شوي. تحيات لله والصلاة والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. حرك. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. عبده ورسوله. عبده ورسوله. زين. هذا في التشهد الأول. عطنا التشهد الثاني. اللهم صل. ترى عشان الربكه وكذا الناس متلخبط. ايوه انا متعود على الصلاه. يلا اللهم صل. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى ال محمد. بدون اللهم وبارك على محمد. بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ممتاز ممتاز. اعطنا احمد تذكر شيء من اخطاء الناس في السلام من الصلاه. انا اعطيك بعض الناس يعني يلف رأسه يلتفت برأسه قبل أن يتلفظ. والأصل أن يتلفظ قبل ما يلتفت. سلم السلام السنة. ها. السلام عليكم ورحمة الله. ليش سويت كذا برأسك؟ والله عادة تعودت عليها. هذا من أخطاء الناس. الأصل أنه ما يحرك رأسه. طيب أنت إنك حميد مجيد وسلم. إنك حميد مجيد. السلام عليكم. ليش حركت رأسك؟ ما حركت. لا أنت سويت كذا. هذا ما هو هذه الشفرة. السنة هذه الشفرة حق صار الشفرة خلاص. طيب السلام عليكم ورحمة الله. أيوه. السلام عليكم ورحمة الله. ليش وقفت وقفة بينهم؟ شوف حبيبي السلام هكذا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ما في زين ما في هزات رأس ولا في وقفات ولا في شيء. سلم السلام. بعضهم مع الإمام يسلم ما يقول السلام عليكم. إيه منذ أن يقول الإمام. بعضهم يسبق. أحسنت. ممكن يسبق الإمام. هذا أيضا من الأخطاء. يلا سلم السلام الشرعي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. طيب عفوا يا شيخ. يجوز ها. في بعضهم إذا جاء في وقت التشهد الأخير يخلي إصبعه ما يحركه. أحسنت. والأصل طبعا هو في أهل العلم هم خلاف في مسألة التحريك، لكن السنن يحرك طول التشهد من أوله إلى آخره. طبعا في السنن بالنسبة للسلام، إما أنك تقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، أو السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم.
كلها واردة. الله يجزيك خير ويبارك فيك ويقبل منا ومنك. يعطيك العافية. آمين يا رب. على أجرك. آمين. طيب بقي معنا الكلام على بعض الأخطاء التي تقع من الناس أيضا في أثناء الصلاة. لكن سنذكرها بعد الفاصل. أيها الأحبة هذا فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله فلا تذهبوا بعيدا. إن الحياة لرحلة والكل فيها عابرون. طبعا المخالفات اللي تقع من الناس في الصلاة متنوعة لكن الوقت الحلقة كلها 20 أو 25 دقيقة. السنة أن يقول بعد الصلاة أذكار الصلاة، يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام بارك الله فيك الكرام، ثم يقول الذكر الوارد وهو سبحان الله كم مرة؟ 33. الحمد لله 33. الله أكبر 33. كم المجموع هذا؟ 99. ثم يتم المئة بقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقول عليه الصلاة والسلام من قالها في دبر كل صلاة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. طيب هذا واحد. أيضا من أذكار الصلاة التي بعد الصلاة المفروضة، ليس الصلاة السنن، الصلاة المفروضة، أن يقرأ آية الكرسي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في رواه الترمذي من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، يموت يدخل الجنة مباشرة. هذا أيضا من أذكارها. من الأذكار أيضا أن يقرأ نعم قل هو الله واحد والفلق والناس، يقرأها مرة مرة هذا بعد الصلوات باستثناء الفجر والمغرب. أحسنت. إلا بعد الفجر والمغرب فإنه يقرأها ثلاثا ثلاثا. هذه كلها سنن ينبغي الإنسان أن يحافظ عليها. من أخطاء الناس في الصلاة طبعا هي الأخطاء يعني مع الأسف ربما يعني يضيق الوقت عن ذكرها، لكن في خطأ وارد اللي هو أول ما ينتهي من الصلاة تلقاه يجي يرفع يدينه ويقوم بالدعاء على طول. أحسنت. هو الدعاء النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الدعاء في دبر الصلاة المكتوبة مستجاب، لكن دبر الصلاة المكتوبة هو ما بين نهاية التشهد إلى نهاية إلى السلام من الصلاة، هذا دبر الصلاة المكتوبة. المداومة دائما أني بعد كل صلاة أدعو 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 هذا ليس من السنة، لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. لو دعا الإنسان أحيانا ما في بأس، لكن أن يداوم كل صلاة لازم أرفع يدي لا، هذا ليس من السنة. قبل لا يسلم المصلي من الصلاة هناك أدعية مثل الاستعاذة من عذاب القبر، الاستعاذة من فتنة المحيا والممات، وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أحسنت. إيه نعم، بعد النهاية لما يقول إنك حميد مجيد اللهم قال فليستعذ بالله من أربع، اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات. فتنة المحيا والممات قيل إنها فتنة يأجوج ومأجوج. طبعا الذي ينبغي علينا نحن يا جماعة أن نطبق السنن التي في الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، أمرنا عليه الصلاة والسلام أن نصلي كما كان يصلي. كيف كنت تصلي يا رسول الله؟ يصلي عليه الصلاة والسلام بالطريقة الفلانية، نصلي كما كان يصلي. من الحفاظ على قراءة السور التي في الصلاة. طبعا قراءة السورة التي بعد الفاتحة سنة وليس واجبا. يعني لو إنسان قرأ مثلا الرحمن الرحيم ولا الضالين آمين وركع هذا جائز ما عليه بأس، إنما السنة أن يقرأ شيئا بعد الفاتحة. لو لم يقرأ شيئا بعد الفاتحة صلاته صحيحة، لكن السنة أن يقرأ شيئا بعد الفاتحة. كذلك يسن له إذا كان يصلي سنة الفجر وسنة المغرب أن يقرأ في الركعة الأولى إيش؟ في سنة المغرب وسنة الفجر الكافرون قل يا أيها الكافرون، في الركعة الثانية قل هو الله. هذه مجموعة من السنن. وعموما أيها الأحبة الكرام يعني الذي ذكرناه لكم هو يعني مجموعة من الإشارات حول الصلاة، وإلا فهي تحتاج إلى وقت أطول من ذلك، لكن نحن أحببنا أن نشير إشارات إلى هذا. وموجود يعني من أراد أن يعود إلى أن يرجع إلى ما يتعلق بالأخطاء حول الصلاة والسنن المهجورة يمكن أن يرجع إلى مضانها. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، يجعلنا وإياكم المقبولين. بارك الله فيكم وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. مسافرون مسافرون.